هل القرار ده بالفعل هيتفعل قريب؟ وحضرتك المنظومة الطبية الخاصة ملزمة بأن المريض لما يخش يتلقى الخدمة في أي عيادة أو في أي مستشفى المفروض يعرف التسعير في الخدمة اللي هو ياخدها ويحصل على قصادها على إيصال بالنقدية اللي هو دفعها عشان يثبت حقه في أنه كشف في المكان ده وأنه ممكن يراجعه أو لو في زيادة في الطلبات المادية من حقه أنه يشتكي في وزارة الصحة. وهل هيتم يا دكتور توحيد أسعار سعر الكشف بالنسبة لكل عيادة؟ لا توحيد أسعار توحيد الأسعار في العيادات ده قلنا ممكن يبقى استرشادي ويعرض على نقابة الأطباء وممكن يتاخد بيه أو لا حسب ما إيه تقر النقابة باجتماعها مع أطبائها. طب وإزاي القرار ده هينفذ؟ يعني الرقابة عليه هتكون إزاي؟ وحضرتك المستشفيات والمراكز الطبية ليهم قائمة أسعار معتمدة من عندنا من وزارة الصحة، دول ملتزمين بيها لابد إن هم يشتغلوا بالقائمة المالية اللي هم يعتمدوها من وزارة الصحة. نعم. لكن الكشف في العيادة كل دكتور بيحدد الكشف بتاعه تسعير الكشف بتاعه، لكن يدي فاتورة. أيوه من حق المريض إنه ياخد بيه إسعار نقدية. نعم. بس يمكن يا دكتور علي بعض الناس بتشتكي من ارتفاع فعلا سعر الفيزيتا زي ما احنا بنقول. مفيش اي قواعد بتحكم حاجة. وبتلاقي حضرتك بتدفع مبالغ كبيره جدا وما بيكونش فيه برضو الخدمه المقدمه لحضرتك. العيادات عرض وطلب عشان بس نبقى عارفين ان الدكتور لما بيفتح العياده بتاعته احيانا بيحصل عليه اقبال غير عادي فبيرفع الكشف بتاعه عشان يقلل عدد المرضى. انا بقول دي يعني بصراحه للاسف لما الدكتور بيرفع سعر الفيزيتا بتاعته الناس بتفكر ان هو ده الدكتور الشاطر فبيتزايد العدد بدل ما يقل بيتزايد فبيضطر يزوده تاني وهكذا. طب يا دكتور في بعض الاطباء ايضا بيبقى نفس العياده ونفس الدكتور بس ممكن لاشخاص معينين تلاقيها بسعر مثلا كذا والناس الثانيين بسعر اقل. لا ده مش موجود. لا احيانا موجود. ازاي يعني هتخش في نفس العياده يقول نعم. احمد يكشف ب نعم. 100. انا ليه بسال حضرتك يا دكتور عشان هل في يعني رقابه على الموضوع ده متابعه للموضوع ده؟ ايوه لا بس حضرتك بتقولي كلام لا مش موجود الكلام ده. لا صدقني حضرتك موجود يعني في البعض اكيد. انت رحتي كشفتي في عياده نعم. الدكتور خد من المريض 100 جنيه كشف وخد منك انت 200 مثلا. ايوه ازاي دي؟ طب ايه طب يا فندم هو مش مشكله في الحاله الشخصيه انا اللي بساله ان ازاي هيتم الرقابه على موضوع الفاتوره على الاقل لان العيادات يعني العيادات حضرتك اسمعيني بس نعم. عايزه ما نقول حاجه نفيد بيها المستمع والمشاهد نعم. يعني انا يعني ازاي انا هقنع واحد انه ممكن يخش في مكان واحد يتاخد منه في الكشف قيمه والتاني ياخد منه قيمه تانية يعني دي انا نفسي اقتنع بيها ازاي يا فندم؟ يا دكتور بيحصل بدليل ان احيانا يقولك الكشف المستعجل 500 والكشف اللي هينتظر مثلا 200 موجود تفاوت الاسعار موجود يا دكتور. واقول لحضرتك حاجه تانية احيانا نفس الدكتور يكون عنده عياده مثلا في مكان معين متواضع في حي متواضع ويبقى عنده عياده تانية مثلا في مكان راقي جدا بيبقى هنا مثلا الكشف 600 جنيه وهناك 50 جنيه. ده مقبول ده اللي حضرتك ده بتقوليه ده مقبول نعم. لان الدكتور لان حضرتك برضو يعني انت لو رحتي مستشفى هتدفعي مثلا في 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 في, في كشف او في عمليه رقم ولو رحتي مستشفى تانية تمام حتى لو نفس المسمى تمام او سلسله هتدفعي رقم تاني. لا المستشفى لان ممكن تبقى مستشفى حكومي مجاني بالاساس او سعر رمزي ومستشفى تانية استثماري يعني دول لا يقارنوا لكن الحكومي موجود في كل حته زي بعض هو الى حد ما يا دكتور هو عموما احنا في الاخر عايزين نوصل لحاجه مفيده للمواطن وبالتاكيد القرار ده ايجابي جدا لان هيتم موضوع الفاتوره هيبقى في رقابه منكم بالتالي الفواتير اكيد بتوصلكم ما الفاتوره كمان هتحكم ده يا دكتور بالتاكيد طبعا ده اكيد انا بقول لحضرتك كمان في رقابه وفي مرور مكثف على جميع المنشآت الطبية الخاصة للحكم المنظومة دي لأن المواطن مش محتاج إن يترفع عليه أسعار أساسا. نعم إحنا بنتمنى يا دكتور طبعا أكيد تقنين كل شيء عشان في الآخر المستفيد هو المواطن سواء البسيط أو اللي مستواه عالي لأن الاثنين في الآخر ناس بتجتهد وبتشتغل وبيروحوا للعيادات عشان يعالجوا أولادهم أو يعالجوا نفسهم. دي خدمة يعني المفروض تبقى موجودة وعليها قوانين زي ما حضرتك بتعمل. بشكرك.